رب سترك يا رب سترك، ان شاء الله ما متعب ليه ده عرفت حطيه حط حظي يا رب سترك يا رب. خير يا رب، شو سويتش مصيبة؟ يا معود شو احكي لك، ماما سوت تمن قالت خلي عينك عليه تمام، انا التهيت بالتليفون يا صديقتي والتمن احترق. اويلي يابا، وش تغبي غد انتبهين؟ زياده سويت العد؟ سويت رحت سويت تمن جديد، بس خايفه ماما لا تعرف التمن القديم محترق وتقتلني. هاي شو ليش صوتكم عالي؟ ماما وشي داري اخذ الشحنه من اخويا هيمو. هاي خوش فرصة عن فطوم تكتل بيها أم تدين صراحة، لا شاحنة ولا شي، فطوم التهب التليفون يا صديقة هنونة وحارقة التمن ما شاء الله. وأنا أقول لعد ليش رحت العطاب طالعة بعد حارقة التمست فطوم؟ ماما والله مو قصدي، نونا صديقتي خابت عيال مني شغله فالتهينا بالسوالف والتمن احترق، انا ما اعرف والله بدون قصدي. شلون بات اخر وقت؟ اشو ماما من تطبخ لا تلزم تليفون لا تسوي شيء، تخلي انا على الطبخ بس انت من تسوي شيء لازم التليفون 24 ساعه. هو من عاد من دمر البيت وهجمه غير هاي صديقتي نونا اللي 24 ساعه لازم التليفون وتحكيني اياه. دي تعاي اليوم طيح حظك حظ نونا تعاي. الله لا يوفقك يا هيمو.